هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. فمرة زمان كنت قاعد مع الدكتور ثروت بسيلي الله يناح روحه، فبيقول لي أنا مش مؤلف إن شغلي يقف، دايما لما بقدم أي طلب على طول في استجابة، مش مؤلف إن شغلي يقف. فلقيت لمدة 3 أسابيع كل ما بعد جواب يقف. قلت إيه الحكاية؟ قلت في حاجة غلط. فقال لي ناديت المدير المالي، قلت له وريني ايه الاخبار الفترة اللي فاتت، جالنا ايه وصرفنا ايه وحق ربنا طلع ازاي. فقال لي لقيت ان ربنا لي عندي 300,000 جنيه. قلت بس فهمت. قلت له ادي ربنا 500. قال لي الاسبوع اللي من وراء كل الجوابات مشيت.